ونتمتعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. صدق الله العظيم. خدای تعالی د قران د سورته مریم دا د آیت هفته کې او هفته دوا دا وها امر فرماند کې د تفسیره کشف معلومه ام درسامات اس تفسیره کشف و ان منکم الا واردها و دا دنی نجوا الا ونی جهنمی ببینن یا ونی نزدن یا ونی تیر درباسدن یا ونی بکبنی دا كان على ربك حتما مقضيا. يعني انسان قنج بن خراب بن مسلمان بن كافر بن الا وواردي جهنمي ببن. تبي كلمه واردي مفسرات دي اختلاف كريا، هنكا غوتي وي نيزي وي ببن، هنكا غوتي وي درباس بن، هنكا غوتنا وي بكبني دا معنى تبي جيرا خاتنا. كان على ربك حتما مقضيا، اب وارد بنا جهنمي هيا لسر ربك يا محمد حتما مقضيا واجبك غور بك آنين أمرك غور بك آنين ورقران. ثم ننجي الذين اتقوا، طيبوا مسلمان وكافر قنج خراب مرتب واردي جهنمي كران. ثم ننجي الذين اتقوا، أمي بيجي إنسان متقي إنسان مسلمان إنسان مؤمن خدات بأميوان خلاص كان، ونذر الظالمين فيها جسيا، وامي تركا ظالما بكن دي دا جهنمي دا امي وا سر چوكا رونينن نسر جهنمي. معلومة حكمتا قو سر چوكا درونن اوا وقت تشتكي بطرس چيد بي يا تشتكي عجيب چيد بي انسان جي قرم دكبي سر چوكا دروني. اذا وقتا اوجي چاب لاغري جهنمي دكن وچاب جهنمي دكن دهاي بتن جي قرم دكبن لسر چوكا درونن. وان منكم الالتفات الى الانسان، يعني نينا الالتفات بال تمام انسانا بيا، يعبده قراءة ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما. قراءة ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما الوادي دستكت دي بناكي بوبايا التفاتا بال انسانا تبايا قراءتي وقلبي وان منهم نين او خطاب للناس من غير التفات الى المذكورين. ياجي خطابا بالإنسانة بيا بيجو أم التفات بكن بتشتي جو بيجا مذكر كريا بحسابي بكن جو مثلا التفاتا بالشبيا بالجميع إنسانة بيا. فإن أريد الجنس له فمعنى الورود دخوله فيها. أجر تقصي جنسية بكي جنس تبي فمعنى ناخذ أنا وهي واردي جهنم تشيا دخولهم فيها ويتمام إنسانة بكبنا جهنم ده. يعني دمك وارد بون معنا داخل بون. اگر گو قصد بي چه بي جنس انسانا بي تمام انسانا دي. هفالي كنو آتنا مو بخيراتن صعيفة حفته و پنجة خيرا خو قامرا خو بگرد. كرم كذنو وهي جامدتن وهي تمام انسانا بكمنا جهنمي دا اما جامدتن وهي موادي چه بي حشت بي. يعني آجر جهنم بي ويل شو بي نا آجر بي أو آجر بي حشب بي بجمده ويعبروها المؤمنون ومن تير درباس ببن وتنهاروا بغيرهم وغير كافراش الزمتك وداخل خبك. يعني وقت يقو مؤمن تين سري أو آجر دي جمده حشب بي مؤمن درباس ببن وتنهاروا بغيرهم وغير مؤمنة وكافرين آجر وناكي داخل خود کید کبنا اگر دا مال مد پراسرات سر جهنم سر اگر اهل ایمان تیر در باس دن و اهل کفر جید کبنا دا. عن ابن عباس رضی الله عنه جعل الله تنهارو تنهارو تمعنا و چدا تنهارو و تنهارو یا وات قربینه یعنی وان تکشینه خوا تنهارو بخیر یعنی و یه جامعه فيعبرون المؤمنون على
خيرين. يعني شو؟ مؤمن در باس بن وتنهار بغيرهم. غير مؤمن أجي يعني قربين تكشين يخوا. يعني ما كنت حبيت. صابلامي جانت إذا قدا أود نتشلن يعني صادق كيفيني كي وان وان دخافيل. يعني هو تدي مثلا فيك تشتك هواتي ذهب هوا بانسنجي تشتاب تشين يخوا. أو جوات كشين. Seydayma bu inharı normalde binanın çökmesi için kullanılıyor. Yani bina çöktüğü zaman inhare diye kullanılıyor. Ama burada ehli imanla kullanılınca yani manası müminler geçtikten sonra sanki cehennem onların üzerine çullanıyor. Onların üzerine çöküp onları ihate edip onları kuşatıyor yani. Evet. Cehennem onlara çullanıyor. Onların üzerine yıkılıyor yani. Yani mümin derbası bin, onlar geçiyorlar, kafirlere gelince düşüyor. Yani onlara çullanıyor, düşüyor, onların üzerine enkaz olup yığılıyor. Yani onları içine alıyor. Aynen, Allah çok güzel. Seni koy yani. Allah razı olsun. Kurmacı mutlana dikşeni, nava koy yani, tıkıdın hep canım. Teşekkürler, Allah razı olsun. Tamam. An İbni Abbas radıyallahu anh, yeridûneha ke'enneha ihale. Abdullah Kure Abbas Kudaj-ı Razi Bey, يعني يريدونها يواردي أقرب بن كأنها إهالة وكو قوشية إهالة إهالة دبي الزيت وكو زيتها حلانديا أو أقرب وروية دواية وهاتي رواية كن قوتينا ولا وكو دي أو جهنم وكو دواية دي دواية دبي هي وهي جلدة تعلو المرق والماء الراكد يعني مثلا او تبي جو بلند بي اب اب ابا ساكني اللي سري بلند بي وكو تبي تشي وكو تبكي تشي تبي وكو تلكي تشي از اولام نا نا ويا جندة مكا يعني قاب قاب لما دكا لسر مرق شوربي او لسر اوي وكا يعني وتا وكا كيف مفكي وكا كيف زكي وكا تشتكي دغرا سروان اغوتي وسا يعني نوصا گو خیلی وکو گو 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 تلا گو کو تپیا نه وای بلند یعنی قاب قاب کیه سیدایم سیدایم شیده دیدی گیبی مال شین بو سوتن üzerinde çorbanın üzerinde o ince tabaka var ya oluşuyor kaymak ya o ona demek نه یعنی شما ایهانه جیاخ بو بیا چیکی وکا یا خیا چیکی سایه بله و دباسا آوا دسمی بله خرم که دنگه تا کسی سیده دنگه تا آتا برین از بولان جیه خو کیس که سیده من ساله الو دنگه سیده چون ایت تمام که کنگه دنگه بیاتا تو دوام که کنگه دنگه بیاتا برد بشه چه خوزا بیجه برا بشه وعن جابر بن عبدالله انه سأل رسول الله صلی الله عن ذلك جابر كوري عبد الله دبل انه سال رسول الله عن ذلك جبيناكي كا يريدونها منا وچا وارد ببن يمسواش پیغمبر خدا كريا وقال دبي پیغمبر گوتي عليه الصلاه والسلام اذا دخل اهل الجنه الجنه وقت يگو اهل الجنه تشنا جنتي قال بعضهم لبعض هنك جواج هنك كارت بيجن اليس قد وعدنا ربنا ان نرد النار ما قی نبو گو خدا سوز ده بو گوت بو از واردی جهنمی بکم و یقال لهم دی بیش طرف خدا به جوار افتی گوتن قد وردتموها و هی جامده ون واردی جهنمی بون همه جامد هی جهنم هنگی جمعی حشک بو و مثلا زی بیشم جوینا که تاثیر لو نکر سیدای ما جامده یا خامده دی بیش جامده آمه جامده اولا Ama hamide daha uygundur. Ateşin sönmesine hamide denir. Ve ruviye hamidetun. Hamide değil. Ve ruviye hamidetun. Hamide gotiye. Yani ey baridetun. Ev sakinetun. La ta'mel. Yani hiç bu ya. Yani humut ateş söndüğü zaman ki yani artık yakmadığı zaman için kullanılıyor. Ben abim talim. El esas. Tefsir. Bir dakika. Dakika seyda. El esas. Reculun camidul kefi. Yani begilun. وما جامد العينين ولازم تضربه حتى جمد الجمد الماء يجمد جمدا وجمد اي قام
وكذلك الدم وغيره اذا يبس جامد يعني هو صحش بيها يعني وظيفه نادره يعني هذا معناته يعني جامد هر ne kadar bunlara mecaz yoluyla kullanılıp belki hakikati örfi olmuş ama hamede lügati aslisinde ateş için kullanılıyor. Evet, onun evet. Şunu. Evet. Ama camide de olur. Yani kar rivayet ve hadise ki jane yani mesela kar hamide camide her bir yaş mana kiriyor. Bel. Bel. Ve anhu dise Cabir Cabir-i Kure Abdullah Hudaşe Razi Bey رضي الله عنه سئل عن هذه الآية بها تسوات كرنجيش بآيتها وخذي تعالى قلت وإن منكم إلا واردها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمن سع كريم بهسج في خمبري خدا عليه الصلاة والسلام دقود الورود الدخول وارد بون منا داخل بنا جهنمية كتنا جهنمية لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها نامني نقنج نخرب إلا تكبنا أقرده فتكون على المؤمنين بردا وسلاما أو جهنم وقتي مؤمن كبني دا شيء دي بيج مؤمن على جمدي وسلامتي وانا شلطيني كما كانت على إبراهيم بيشاوش حضرت إبراهيم عليه السلام را أقر جمدي ومثلا زي بيجم زرر ندايدا سلامته حتى إن للنار ضجيجا من بردها حتى جاء قرر تشيد بي ولو دنك دنكي جمدان دني وكو مثلا في كان دني تدي وقتي وسر ما تشيد بي وسنو دني قيرة 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 دنك دو دنكي ويتي يعني جابري كوري عبد الله ذبي منج في خمبري خدا هالو بهيسيم هالو ساكريا قوتي قانج خراب باش فيس مسلمان كافر إلا ويكب نجعنا ميدا اما جمهور من عربي جمدي بي و سلامتي بي ولكن بيتشاوش حضرت ابراهيم عليه السلام رجمديا وبسلامتي بي واما قوله تعالى اما قوتنا خدا قو خديت بي ايته دوتي اولئك عنها مبعدون قوتي اولئك اهل ايمان من عنها جاقر مبعدون دور ناكبنا اقردا فالمراد عن عذابها يعني مقصد بي قونا دور جاقر يعني بآقر ناينا عذاب دان يعني ما ناوي أول وعن ابن مسعود والحسن وقتادتا عبد الله كري مسعود وحسن بصري وقتادا خديج ورازي بواقوتيا هو الجواز على الصراط قوتيا درباس بنا سرفرا صراطيا ورود مانا درباس بنا جفرا صراطيا لأن الصراط ممدود عليها چونکو پرا صراط درشکری لسر آگری جهنم دشتی گو سر آگری جهنم درشکری آید امان اوینا که پرا صراط دا مسلمان در باسر وعن ابن عباس وعبدالله کر عباس خدا جه رازی به گوتیه جوا گوتیه قد یرد الشیء الشیء يعني تشتك وارد تشتك يدبي اما ولم يدخله نقود كبير نابعوه دا يعني فلان تشت كتا فلان تشتي دا شوبا فلان تشتي وارد يبو نقو معنا كتي دا يعني ام كرمانجي زيدا ازولان يعني ام كرمانجي تديه دبين چي حافا وين چي سيرا وين چي ديارة وين نقود برا چي كتي اكي ها اما باي آهت تيني وكو بي قوتنا خدا قول خدا تعالى سورة قصص آياتا بسوسيا دا قوتيا ولما ورد ماء مدينة دبي وقت وارد آبا مدينة نقو كتنا آبا آبيدا آبا دمكي ندخولا لني ووردت القافلة البلد وتي قوتن دبي مثلا قافلة وارد باجير بو يعني نقو مثلا وإن لم تدخله ولو نكت ينابا بارجيجي دبي واقها بر باجير يعني نكت يدا يعني هاتي حافة باجر بلي ولو نكت يدا ولكن قربت منه معناه شو بويا معناه نزي باجر بويا يعني معناه نزبون جيتي وعن مجاهد وتي ورود المؤمن النار يعني مؤمن وشواد شنا آجر شواد كبنا آجر هو مس الحمى جسده في الدنيا
او گرتنا تایا گو جسد مومنا دگری مومن کمنا تایا دنیای دا او کو ویناگی لقوله علیه الصلاة والسلام وقو گوتنا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام و دا حدیث دا گوتیا الحما من فیح جهنم گوتیا تا جتیا جمداندنا جهنمیا یش گرما ویا يعني الحما تاقرتن فيحو جهنم قرما إش قرما جهنمية هاوكو ويناكي وكو وي قرما تايه يعني منجي وقت جوي آقري ولو أبدبك. وفي الحديث الحما حظ كل مؤمن من النار لسابي خمري خود هذا الحديث هذا قلتيا تا بحرا چقا مومنه گو هایج آگر بحرا بینا او تاگرتناوی دنیای او گرما گود بینید که به آتش نم یعنی تدی معلومه انسان وقتی گو سطمه تا که به تایی دا لاشه وی گرم دبی معلومه ایده تا دو قسمن به چو جهنم جی ماداوی هم آگر هم سرمایه او تا جی تایا جمدانده نه های او تایا گرمونه های يعني حقيقة إنسان وقت يد كبير ده مثلا إياه ساربوني ده لحيفة ده بطانية بابي سرخو وقو تشتر سنتوني ومثلا إنسان وقت يد كبير ده قرميجي عيني في جوله ولو الدنيا لي قرمولو تشقال لا شيء جمدي وسرماجلي إذا دبي أبتا حضو كل مؤمن من النار بحرا هر مؤمن جي آقر اف تا گرمبونا کتنا تایی لدنیایا یعنی ویجوز ان یراد بالورودی و درست جی گو مقصد وارد بونا آگر جثهم حولها گل سر تا کبن لدورا آگر حضورم یعنی گو مثلا وقتی مؤمن لدورا آگر جهنمی سر چوکاد کبن آگوتی ورودا جهنمی او درست لگو معنا او جبه کامل عید فان تشکیل بیجا کرم کن بیجا کرم کن و حدیث اذا کبو الحما حظو کل مؤمنین او یا پاره از ورم تدبه بحر یقصد زمانه بده وصوی حظ نه پاره بحر جمعنا پاره اینی کلمان جمعنا ام بی بحر ام بی پای ام زم پاره پاره پار ربی گلبامت بی بحره فلان کس نه نه پار جمعنا بحره عینی کلمانجی وان وصوی زمانه یو خوشه جامع طوليكيا هون جيد بيبهار بلي ويجوز أن يراد بالورود جثهم حولها ودرس لهم قواري قسكرين بورودا جهنمي جثهم حولها قلدورا جهنمي سر شوكات كفن وإن أريد الكفار خاصة بأجر مقصد وارد بنا جهنمي إرادة كافر سادة كافر بهم فالمعنى بين شخو ذات المعنى بليه شخو كافر يكمل جانبه نحو جيفاق معنى دي الحد يعني وي قابل شو لقوة شو دمي وي شغل شبطان كافر في شبطان نحو كما دربس ايه ناچه زيافت شخو يكمل دابا قرد خلكم يعني ناچه زيافت بدل الو او دشین سونجا جزای بستن سونا جزای خوی بستن کرم که ازالام کرم الحتم مصدر و حتم الامر معناه دبی مثلا حتم مصدره یعنی حتم الامر و امر کسن بو ازا اوجبه بو وقتی گو واجب بکه بی کسن ازای کم معناه دبی حتم الامر فسمی به الموجبه هاتیه گوتن دی چته گو واجب به چته گو مجبوری به ور کرن که قولهم خلق الله و گو گوتی گوتن دی به خلق مخلوق خودی یعنی چته گو خودی خلق قانون یعنی دبدا ifade کرن کو مصدر معنا اسم مفعول سیدا یعنی حتی معنا محتوم به او چقی خلق جی معنا مخلوق خلق خدا یعنی مخلوق خدا یعنی مخلوق خودی تمام یعنی و ضرب الامیری يعني معناه مضروب الأميري يعني تشتيقو أمير
مثلا زي بشم پریگو باسر میش کرنا پریگو چه کرنا یعنی اوجبا مانا موجبا خلق مانا مخلوقا ذات جی مانا مدروبا شوکو حتم جی مانا محتومه اوه حتم جی مانا محتومه ای کان ورودهم واجبا على الله اذا وارد بونا واجبا لسر خودیگو خودیو بخی جهنمینا اوجبه على نفسه خدي واجب كليا لسر نفسه وقضى به وبي حكم كليا وعزم ان لا يكون غيره وخدي قص كليا جوج غيري وين نبي الا قرك شي بي يعني مخالفه شي نبي الا قرك او تشت وري بيك اني قري ان ننجي هاتي خندن وننجي وينجى وينجى على ما لم يسمى فاعله بلا مفعول كي يعني فان هذه فاشينا سيدا هذولا من ننجي وننجي اما ليس مفاعل اما وينجى وينجى هذه على ما لم يسمى فاعل على ما لم يسمى فاعله تمام بلا مفعول كي كان يجي ان اريد الجنس باسره فهو ظاهر اگر جو قصد قصكرن قصد جز بتمامتي بشخوزات ظاهرة وطبيع إنسانا بل وإن أريد الكفرة وحده أقرقو إغاية كافر تاني بل شخوزات فمعنى ثم ننجي الذين اتقوا خداية تعالى ده معنى بفيرة أمي خلاص بكين وإنسان تقوالي ومؤمن يعني أمي كافرة بخنا جهنمي وأمي مسلمانة خلاص بكين يعني مثلا وهذا بين كأن بيجن خدا قطية تمام أبي وارد جهنم يبين أو شغي خلاص كنا مؤمنا تمام ظاهرا خدا في أذى مؤمنا في خلاص كنا إجاب أن بين دبي كافرة يعني مقصود به بورود جهنم كافر كافرة تيجا جهنم إجاب شو ما تبي والنجي الذين اتقوا أما أبي التقوى ما خلاص كنا معنا يتشل كرودني شو معنا يتشل به يعني ديج كافر اي متقينه معنى هي شو تشد به ارسل بدا فمعنى المتقين يساقون الى الجنه عقب ورود الكفار يعني ايش هو بل كرم المتقين ويورنا سوكرين بالجنه با طيب وكافر كتنا جهنم ايدا وخدا تعالى مؤمن اجي بالجنه يعني ويخ او شغي خلاص كرنا مؤمنه نكون جهنم ما خلاص تك ها إذا وانجوي وين موقف حسابي وانجوي أرتامي مؤمن أجي خلاص كرنا ويا بق وانضاف الجنة. وأقول ويدر البر جهنم البر أقول سكنينا خداي تعالى عز وجل واجوي ديد ببر جنة با بيجو خدي كافر أدخي أقرد. لا أنهم يواردونهم ثم يتخلصون نجو ويخدي و. مثلا فيشتي جو خدي مؤمن كرنا جهنم ميدا بيروي وخلاص بكي نولو يعني وي خداي تعالى كافر بخي جهنم بي كتنا جهنم جو كافر خسنه دا وي مؤمن اجي سوق بي بال جنتي وفي قراءة ابن عباس sadece kafir bin sadece ورود kafir bin nunerji ya peyku كافر چون جهنمی مسلمان ناچن جهنمی یا جوی محشری وان تین سوقی ببال جو محشری وان خلاص که بالا ببال جنت دقیقی از اولان اولوی دلی قیبی چتکی خوش دویجه منی فا این قلت ایل وجهین احسن یعنی ام بین جنس انسانا قصد کریه مؤمن و کافر تب قصد کریه بوروده یا کافر تن قصد کریه کی جن وجه باشه قلتو دوی از بجم ان یراد بمین کم ضمیر جنس انسانی او روايه ودلايه ده باشه اما الروايه فكما سبق واما الدلاله فان ننجي او ننجي جاي فذكرنا اذا ترك على ظاهره ننجي وقت يكون صار ظاهره ولا درجه بدنه لا يقع مقابلا او جرى مقابلك ورديتني لنزرو كما سبق يعني ام ابيك ابي كافره لنزرو أموان دينين جهنم إذا و أبي باناجي نزر وخالقين فيها جهنم مجسرية جي ننجي
يعني نونجل قارشي مقابلة زروية لزر ويكونان كتفصيل هل نجمو كتفصيل لقولي وإن منكم إلا واردها هل يكشو أي واردة بمعنى أول يعني خدا أول نزر الكفار وننجي المؤمنين على إرادة الجنسية يعني الجنسيات جي ولا قسكرن فأمبيجن خدا قطية وإن منكم أو دميلا منكم راجع بالجنس إنسان آمن كان أحسن من التأويل وفقدان تفصيلية أبي هذا باشتره يعني طيبي وصل بشه بلي كلام قلبه وطلع طيبي خوشة وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى بقراءة بادا ثم ننجي ثم ننجي ثم ننجي يعني بفتح الصائي سما بفتح الصائي أي هناك يعني البيدري عميم منا خلاص بكن ونذر الظالمين عمي كافرة بخنا جهنمي وقوله ونذر الظالمين فيها جثية وخداد بي عمي تركا ظالمة بكن دبي آقري هذا جثية حلوكني بسر شوكاب كبن أفدليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها أفدليل قصد مقصد جورود الجسو حواليها قردورة جهنمي سر شوكات رونند كذن وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة مؤمن جي دقتهن تين قطعن دنش كافرة بچنا بار جنة بعد تجاثيهم بشتي قو أوجي سر شوكات كذن يعني مؤمن كافر ويتب سر شوكات كذن خدا تعالى ويبجى مؤمن عش كافرة بقتيني ويوابي بي جنة بشتي بي اشتبه كتنا سر جوكا وتبقى الكفرة في مكانهم جاثينا وكافر دوام بكن دجي خدتنا باوي آقري دا جاثينا سر جوكا مالي كتنا سر جوكا لذي جارنا جي قو هنك اولاي نولو بساعدكن لذي كتن برو عردير ونشت بسري خدا مالي ازولان درسام الفرا تماما